بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أعزائي المشاهدين أينما كنتم، محبي وعشاق الكرة الطائرة ومحبي وعشاق قناة النادي الأهلي، نتابع معكم اليوم الثالث للبطولة العربية للأنسات أو للسيدات، بطولة الأندية العربية رقم 19. في طبعا النسخة السابقة كان فاز بها الأهلي المصري، وطبعا بنتمنى له التوفيق في النسخة رقم 19. والمباراة اللي هتجمعنا بقى اليوم هي المباراة الثانية في اليوم الثالث ما بين نادي الصفاقسي التونسي ونادي سبورتينج أو نادي الأسكندرية المصري. وطبعا كلنا آمال بقى في نادي سبورتينج أنه يحقق كده طموح مشجعيه ومحبيه وطموح اشتراكه في البطولة لأول مرة وتسطير تاريخ جديد لنادي سبورتينج واعتلاء بقى منصة الفرق المتقدمة داخل القارة الإفريقية وداخل الدول العربية. وطبعا هو بيتعرض لظروف معينة كده بإصابة لاعبة مهمة جدا في صفوفه مي محمد بإصابة في مفصل الركبة منعتها من الاشتراك في المباراة أمس واليوم، ولكن طبعا أنا شايف أن اللاعبات اللي على أرضية الملعب كلهم طموح وأسسهم كده متفائلة بمباراة النهاردة، بالأخص لأن الصفاقسي التونسي انكشفت صفوفه بالكامل بمباراة الأمس طبعا ضد النادي القرن النادي الأهلي. وأكيد الكابتن بقى محمد صلاح والكابتن أحمد صابر قدروا كده يعرفوا فين مواطن القوة والضعف، بالأخص أن امبارح كان فرقة الصفاقسي بتلعب بطريقة فردية، ما كانتش فرقة جماعية، كانت معتمدة على المحترفة اللي بين صفوفها نولينا لينيكوفا وكارولين، والاثنين ما شالوش الفرقه بقدر المعقول، وطبعا سيطره بقى وتغلب النادي الاهلي عليهم بدا كده يفضح صفوفهم شويه. وهنبدا اللقاءات على بركه الله، اللقاء مع اول ارسال لندى محمد صلاح او ندى قره رقم 5، واللي حايد بنقطه مباشره بارسالها كده عن طريق استقبال خاطئ من ليبرو فريق الفريق الصفاقسي التونسي نهى نوراوي. وطبعا الارسال الثاني هو واحد لا شيء، ولكن بقى ندى بتضيعه كده بطريقه سهله. شد حيلكم كده من البدايه يا ندى، ولازم الارسال طبعا اكيد منبه عليكم مدربكم محمد صلاح ان الارسال هو مفتاح الفوز النهارده عشان نضغط على فرقه الصفاقسي زي ما عمل بالامس بالظبط الكابتن حمدي الصافي، وضغط على خلود صمود رقم 2 وخرجها خارج الاداء، وبدا يضغط على كارولين وخرجها ايضا خارج الاداء. وهنشوف بقى مباراه ممتعه تعوضنا شويه عن المباراه اللي اتفرجنا عليها من قبل، وهي مباراه السودان ونادي المجمع البترولي، واللي ما كانش فيها فنيات، ولكن مع حضراتكم واحده واحده كده في المباراه هنبدا نقول الفنيات الموجوده داخل المباراه. وادي حائط صد مميز للاعبه المحترفه رقم 13 كارولين بروتو، وتاني ارسال مع 15 امال كبير واستقبال خارج ال 3 متر، لكن سوندوس بقى بتعلقها ودفاعات قويه جدا داخل الفريق الجزائري، وتاني بترد عليهم ندى قره وتعكس الكره في مركز 2 لسلمى، اللي من الواضح ان فريق الصفاقسي درس اتجاهات الاعداد بتاعت سندس واتجاهات الهجوم لسلمى عصام رقم 8 اللي ما كانش عندها مشكله ابدا في تحقيق النقاط، ولكن بقى في حوائط صد قويه بتواجهها كده من الفريق الصفاقسي. والارسال الثالث على التوالي واستقبال خاطئ من ساره طارق، ولكن بيرجع الكره كده سهله لندى، وتاني كره بجمله تكتيكيه بندخل 2 سريع، واحد من امام المعد وواحد من خلفه، بيعمل خلخله في حوائط الصد السكندريه، وزي ما احنا شايفين بتطلع بحائط صد مشروخ، تتضرب الكره من بتوين او من بين حوائط الصد قويه جدا بنقطه مباشره. وادي تاني استقبال غير موزون، وندى بتضرب خارج الملعب، لازم اخلي الكره قدامي يا ندى شويه، انت لعيبه عندك خبره وما تضيعيش الكور السهله دي في بدايه اللقاء عشان ما تديش افضليه للفريق الصفاقسي طبعا من البدايه. وكلنا طبعا بنتكلم بقى وبنشجع باسم فريق بيلعب باسم مصر، ونتمنى له طبعا التوفيق والمزيد. كابتن محمد صلاح بقى اخذ تايم اوت في وقت مبكر طبعا لنزيف النقاط اللي حاصل من استقبال خاطئ وارسال خارج الملعب،
ولسان حاله دلوقتي بدأ يقول لهم طريقة لعب الفريق الصفاقسي، وده صح طبعا من الكابتن محمد صلاح في السكور زي ما احنا شايفين 5 للصفاقسي 1 للسبورتنج. وطبعا بادئ بقى الكابتن محمد يقول لهم ايه نقاط القوة اللي بيشتغل عليها دلوقتي النادي الصفاقسي، واللي ظهرت طبعا في ارسالات قوية جدا، وده يمكن قلناه بالامس في مباراة الاهلي ان الصفاقسي بيملك ارسالات قوية جدا ومؤثرة، وده ظاهر حتى الان في مباراة سبورتنج. ما زال الارسال مع امال كبير، ولكن استقبال جيد ومتقن، وهو ده بقى اداء نادي سبورتنج من استقبالات جيده، ولكن الكره بترجع سهله كده تستقبلها ندى، وسندس بتحط كره تاني لمنتصف شبكه وتالق من ليبرو الفريق رقم 16 نهى نواوي، وتاني الكره كده خارج الملعب من نادي سبورتنج، بتوصل النقطه 6 للمجمع للصفاقسي التونسي بعد اتاك عنيف جدا من رقم 6 جهان محمد. بيحاول كده بقى يفوقهم بدري محمد الطرابلسي مدرب الفريق، وتاني استقبال جيد وكره من مركز 4 للينا، ولكن البلوكات اريا اتجاهات الاعداد زي ما قلنا، والسكاوتنج بقى او الداتا فولي اشتغلت كده امبارح على مباراه سبورتنج، وعرفوا يقروهم كويس ويشوفوا الاتجاهات ايه، وعشان الكابتن محمد بقى يخرج من المأزق ده اكيد هو عنده الحلول والمواقف المختلفه اللي هيقوم بيها. وطبعا هنا المفروض ان في تخطي لحائط الصد، ولكن الحكم حسب ان المعد خلفي وبيعدي الكوره، وطبعا طبقا لرؤيتنا احنا من الموقف ان المعد حاول يلحق الكره اللي هي كابتن سندس، ولكن في تداخل من الحوائط الصد، ولو جات لنا كده في اعاده قريبه شويه نقدر نشوفها اكتر. هنشوف اهو هي لحقت، ولكن هو حسب ان الكره تعدت بالكامل والتداخل تم من البلوك مش من الاعداد. النقطه الثامنه 8 الصفاقسي 1 سبورتنج، وطبعا نتيجه غير مرضيه تماما لجمهور النادي السكندري في بدايه اللقاء، وعلى وشوش اللعيبه كده ممكن رهبه شويه من اسم الصفاقسي الاسم الكبير في قاره افريقيا وفي تونس، وطبعا في لاعبات كتير داخل صفوف سبورتنج صغار السن، ومنهم اللي اول مشاركه دوليه ليهم زي فرحه محمد عباس رقم 20، تعتبر دي اول مشاركه كانت ليها في بطوله دوليه او بطوله عربيه، ومنهم لاعبات مميزات ولكن لسه ما تالقوش حتى الان زي لينا اللاعبه مركز 4 لينا طارق، وسندس عطيه السيد طبعا رقم 1 معد الفريق، وساره ليبرو الفريق المميز، وسلمى عصام رقم 8 اللاعب المخضرم او اللاعبه المخضرمه. وادي الاستقبال ما زال مهزوز، وندى بتحط كره سهله بتداخل كده ودفاعات قويه لفرقه الصفاقسي، وادي دفاع تاني اقوى منه لفريق سبورتنج، والكره سجال ما بين الفريقتين، وزي ما شايفين الصفاقسي بيحاول بقى لا يبكي على اللبن المسكوب بمباراه امس، وبيلعب مباراه من اجل الفوز طبعا، طمعا في ان لا قدر الله فريق الاهلي يحصل ليه هزه او حاجه مع مباراه المجمع البترولي، ولكن بقى هو كده بيلعب بايد غيره، كان في ايديه امبارح انه يقدم مباراه قويه، وبيحاول دلوقتي يعوض هزيمته بالامس ويحاول يحافظ على المركز الثاني، لان الاهلي لا يقبل للمنافسه شريك. وادي هنا في تراي كده من سندس، وبترجع كره سهله وبتتلم لليبرو الفريق طبعا عشان اللي لمها كان المعد، وعدم تمركز جيد من فرحه محمد عباس، وبوجود الشبكه خاليه تماما من حوائط الصد او حوائط صد غير متقنه دخلت كده جوه شويه محمد فرحه محمد عباس، وما طلعتش الكوره دفاع. وادي اللاعبه رقم 13 كارولين اللاعبه المحترفه اللي بتميز بارسالات قويه، ولكن كانت قويه زياده عن اللزوم فخرجت خارج الملعب. بينتقل الارسال مره ثانيه لفريق سبورتنج، وبيحاول كده يعدل النتيجه بعد التقدم وتفوق الصفاقسي بفارق 5 نقاط. طبعا لاعبه مهمه جدا اللاعبه رقم 6 جهان محمد لاعبه السنتر، وادي بترفع لها فعلا الكوره جهان محمد لاعبه مركز 2 عفوا، وبتترفع الكوره للاعبه رقم 15 امال كبير معد الفريق، اللي بدوره كده بيعدها بطريقه متوازنه جدا وبيحقق بيها نقطه مباشره فريق الصفاقسي.
ريم مساوي على الارسال، وارسال اكتر من رائع، سريع جدا، ولكن بينزل في المنطقه الاماميه، ما بيبقاش مسؤوليه ندى، ولكن بتحاول عليها بنقطه مباشره لفريق الصفاقسي. وما زال الارسال مع ريم مساوي، لعبت مركز 3 ريم، لعبت بطولتين مع الصفاقسي والمنتخب، وتملك من الطول ما شاء الله 1.80 متر ومواليد 94، لعبت مركز 3 وبتضيع الارسال مباشر في الشبكه، وينتقل الارسال للينا طارق، لينا طارق مصطفى، واستقبال خاطئ من المحترفه، ولكن ترجع لهم الكره تاني وتضرب من الخطوط الخلفيه لكارولين، وتاني ترجع للصفاقسي، وبتحاول كده في كره من منتصف الشبكه وما ربطوش مع بعض شويه، دخل لاعب السنتر ضم على الشبكه شويه وفاطمه الخراط، والمعد فتح الكوره زياده عن اللزوم، فكان ضياع نقطه مباشره من الصفاقسي. وادي استقبال تاني وعكس للكره جميل جدا بطريقه اكروباتيه كده من معد الفريق امال كبير ذو الخبره مواليد 93 ولعبت 3 بطولات مع المنتخب ومع فرقتها الصفاقسي، وقلبت الكوره في مركز 2 بطريقه سحريه اللي ما كدبتش خبر اللاعبه رقم 6 جهان محمد، وجابت نقطه مباشره. وادي ارسال تاني مباشر من جهان محمد، اللاعبه المهمه اللي قلت لكم عليها في بدايه اللقاء، وبتحقق بيه نقطه مباشره. طبعا احنا مش متحيزين لاحد، ولكن بننقل لحضراتكم الصوره اللي حاصله قدامنا، ونتمنى طبعا الاستفاقه مبكرا كده لفرقه سبورتنج عشان ترجع للقاء. وادي استقبال الى حد ما معقول، وسندس بتعد كوره كده، وندى بتضرب بقوه، ولكن دفاعات متمركزه بقوه، وتاني ترجع من سلمى، وكوره رالي رايح جاي، وادي المعد بيحاول يعلق كورته كده وتيجي للاعب رقم 7 من الصفاقسي فاطمه الخراط، وتاني بتترد الكوره بتشانس بول في منتصف الشبكه، وترجع للخطوط الخلفيه لكارولين اللي بتضرب بقوه غاشمه، وادي دفاعات مستميته من سندس عطيه اللي راحت كده ورا كرة الدفاع الخاطئة، ولكن طبعا ألف سلامة عليك يا سندس، قامت بالسلامة. كانت ظهرت امبارح كارولين رقم 13 من فريق الصفاقسي بقوة مفرطة في الضرب من المراكز الخلفية، وطبعا كارولين برازيلية الجنسية ولاعبة تتميز بالبنيان القوي، ولازم طبعا في الصعود ليها لحوائط الصد يكون دبل حائط صد زي ما قلنا امبارح في مباراة الأهلي في الشوط الثاني، ولازم نساعد كده الأطراف تساعد مع سنتر البلوك. إرسال مع هندي نبيل لعيبة سنتر بلوك لسبورتنج، وإرسال سهل مع استقبال جيد لكارولين، وتترفع في المناطق الأمامية لمركز 4، واللاعبة أحلام الترابيعي اللي نزلت النهاردة من البداية مكان خلود صمود رقم 2 اللي كان سبب أساسي في خروجها من الملعب هو الضغط عليها امبارح في مباراة الأهلي. وآدي بقى اللاعبة أحلام ترابيعي كده بتضرب كورة في حوائط الصد بحائط صد باقتدار من فريق سبورتنج. تاني بترجع الكرة سهلة تلم ندى وتحاول سندس فيها وتعمل اسقاط كده كيلينج بليس، ولكن ترجع تاني لكارولين، والمباراة بقت حماسية للفرقتين وفي سجال ما بينهم، وانا شايف مباراة متكافئة حتى الان، حتى بتفوق او بالفارق النقاط اللي حصل في الشوط الاول وبدايته كده، ولكن بدأ سبورتنج يرجع سريعا لأدائه، وطبعا بتعليمات بقى مدربه القدير محمد صلاح وجهازه الفني المعاون احمد صابر، وبادئين كده يدخلوا اللعيبه، وانا شايف مي الف سلام عليها قاعده مع البدلاء لابسه الترنج بتاعها، مي هي على الشاشه وفي عكاز جنبها، معلش يا مي تقومي بالسلامه ان شاء الله. وتاني كده استقبال ودربكه في ملعب الصفاقسي، وادي بقى ديفنس قوي جدا من هند نبيل، وترجع كره مضروبه. المباراه بقت سريعه زي ما سامعين حضراتكم كده وشايفين قدام الشاشه، وكره خارج الملعب بتعدل النتيجه لسبورتنج وتضيق الفارق طبعا. ١٤ الصفاقسي 9 سبورتنج، 5 نقاط فارق. وادي كره ثانيه في مركز 4، وهند نبيل بتعمل كده دفاعات ولكنها غير متقنه، بتحاول عليها زميلاتها طبعا وما بيقدروش يرجعوها للملعب، واتسع الفارق مره اخرى ل 15 9 6 نقاط. وما زال محمد الطرابلسي طبعا هو لقطه الشاشه حتى الان باداء فرقته المتوازن،
ويحاول كده سبورتنج يرجع للاداء، وان كان عارف محمد صلاح مدرب فريق سبورتنج ان المباراه تقيله قدام نادي عريق من انديه شمال افريقيا اللي لعبوا بطولات عديده وليهم مشاركات كبيره قوي مع المنتخبات، وادي التكنيكال تايم اوت الثاني، وصلنا للنتيجه 16-9، فارق 7 نقاط عن فريق سبورتنج. وطبعا هو بيحاول دلوقتي ما يحملش اللعيبه اكتر من طاقتها، وبيحاول يعالجهم نفسيا ناحيه ان احنا لازم نأدي ونستمر في ادائنا قدام فريق قوي زي الصفاقسي، وده هيدينا شرف المحاوله طبعا وشرف الاداء، وبيحاول يفوز بالمباراه عشان يسطر لنفسه ولفرقته تاريخ جديد داخل نادي سبورتنج اللي اول مشاركه ليه في بطولات العربيه. لينا طارق طبعا على الشاشة بقى مستنيين منها كتير، لينا لعبت مع المنتخب 8 مباريات. وبنرجع تاني بعد انتهاء الوقت المستقطع الفني التاني، والنتيجة 16 الصفاقسي 9 سبورتنج. وما ننساش ان يضم بين صفوف الجهاز الفني للصفاقسي المخضرمة أن التركي، وديت كانت لاعبة مخضرمة وبتجيد التعامل طبعا زي ما قلنا بالامس كده مع الفرق القويه، وحتى الان فرقه سبورتنج بالنسبه لي هي مقدمه مباراه قويه جدا على قد امكانيات البنات اللي موجوده داخل ارضيه الملعب، وبيلعبوا قدام 2 محترفات من الاقويه جدا، واحده برازيليه والثانيه لينيكوفا من اوكرانيا، ولكن طبعا فرقه الصفاقسي بيشرك دلوقتي كارولين البرازيليه بس، وزي ما احنا شايفين الاداء بيتطور من نقطه للثانيه، وبعد كل تايم اوت بياخده سواء الكابتن محمد صلاح او التكنيكال تايم اوت بيتم تعديل النتيجه فعلا، ده معناه ان في شغل مدرب حاصل بيقرا بيه الملعب الثاني وبيقدر يوجه لعيبته على الاخطاء في الفريق الاخر. وادي كره من مركز 4 ندى بتسقطها كده، لكن دفاعات قويه لكارولين، وتاني من مركز 1 من المنطقه الخلفيه، وادي بقى سلمى بتعمل دفاع كده منخفض وتطلع الكوره فعلا باقتدار تضرب سلمى تاني، وادي بتحاول بقى دفاعات الليبرو القدير ساره طارق وترجع الكره سجال، ولكن في دربكه راحت عليها سندس وظنت ان سلمى هتعدي الكوره، ولكن طبعا بنقطه مباشره، وبيحاول يشجعهم كده مدربهم، وادي ساره طارق اللي بتنزل في الاستقبال، والليبرو اللي كان موجود داخل الملعب هجير محمد كمال رقم 14 عفوا للخطا في الاسم، ولكن طبعا كان بيستخدمهم بقى كابتن محمد ما بين الاستقبال والهجوم، وادي هدي سلمى تاني استقبال، وكره من ندى غير متقنه وترجع تاني، ندى اتمركزت دلوقتي في مركز 2، وسندس بتعمل كره سريعه لفرحه عباس وترجع تاني بسجال ترفعها خطا، والخطا النادر ليها جدا امال كبير اللي عاده ما بتخطاش في رفعاتها. وادي على الشاشه الفرحه محمد عباس مواليد 99 وسلمى عصام مواليد 92، فارق 7 سنين ما بين اللاعبتين، وما شاء الله سلمى بتحسسنا ان هي ما زالت لسه صغيرة السن، وهي بالفعل صغيرة السن وكبيرة اللعب. وتاني سندس بتعكس كرة لسلمى وبتعرف ازاي تضرب، ولكن خانها فيها التوفيق شوية والكرة تبقى خارج الملعب. بدأ يتسع الفارق مرة أخرى بين الصفاقسي وسبورتنج، وما زال الكابتن محمد صلاح يبحث عن حلول ويشجع فرقته بطريقه ايجابيه جدا، وادي لينا بتضرب كوره تخترق حوائط الصد الصفاقسيه وبتحقق بيها نقطه مباشره لفرقتها، وطبعا زعل بقى على وجوه التوانسه كده اللعيبه رقم 14 ريم مساوي اللي جات الكوره في ايديها وخرجت خارج الملعب. على ارسال فرحه محمد عباس اللي عملت رقم امبارح في ارسالاتها في الشوط الاول حققت 16 نقطه بالارسال او 17 على ما اظن، وبترجع تاني النهارده، وادي بقى التشجيع الحماسي داخل صفوف فرقه سبورتنج، وبيجي الفارق مره تانيه ل 13-8، فارق 5 نقاط 13-18 عفوا، وتاني استقبال جيد من الصفاقسي، محاوله كده لتعليق الكوره ولكن سندس بقى صاحيه
وتاني لسلمى اللي بتلف بره ايديها وتضرب في اللاين، وانا شايف فيه لمس شبكه وشايف فيه تاتش كمان، ولكن طبعا الحكم هو سيد قراره. ومع الاعاده كده هنشوف لمس الشبكه ده كان عامل ازاي فعلا، والكوره فيها تاتش، وطبعا في احتجاج كده مهذب من فريق سبورتنج، ولكن طبعا بيردوا في الاخر بقرار الحكم. وادي كابتن الفرقه بتناقش الحكم وقال لها انا اللي شايف القرار. تسعتاشر الصفاقسي 13، والارسال مع كارولين البرازيليه رقم 13، ارسال في الشبكه. مش متقنه النهارده كارولين ارسال، ونتمناها كده لاخر المباراه طبعا تسهيلا على فريق سبورتنج بقى الكره الاولى. وادي تغيير بقى بيعمله الكابتن محمد صلاح، بينزل رقم 13 ليلى محمد سالم المعد البديل لسندس عطيه السيد رقم واحد، واملا كده في ان ليلى تاخد حوائط صد من فريق الصفاقسي. وتغيير موفق ان شاء الله يا كابتن محمد. وادي كره مع استقبال جيد وكره في مركز اثنين وحائط صد ولكن خارج الملعب. يا لينا لازم الف كف ايديا بالايد اليسرى والفها ناحيه الملعب، او زي ما نشوف في الاعاده فعلا جايه في ايديها الشمال وخرجت خارج الملعب. ارسال تاني مع ريم مساوي، وارسال مع استقبال اكتر من رائع للمتألقة سارة طارق، وضرب بقى المرة دي بيكون خارج كده بياخد تاتش الملعب. فيها تاتش فعلا وفيها انسايد داخل حدود الملعب يا لينا. وادي استقبال تاني خارج منطقة 3 متر من كارولين، وكرة في مركز 2 ولكن حوائط صد جيدة المرة دي لندى، وتاني كده فيها باندا وبتدافع عنها وسوء تقدير كده، ولكن ترجع الكرة مرة تانية لملعب الصفاقسي، وبتعدها معدة الفريق رقم 17 نهاد نوراوي، وفي تاتش في ايد حوائط الصد بتنزل عند سبورتنج بنقطة مباشرة للصفاقسي. كانت مقدمة شوية فيها هدير محمد كمال وما لحقتش كورتها، ولكن هو كان مكانها صحيح ودي كانت محتاجة سرعة رد فعل. ويتسع الفارق مرة أخرى 21-15 بفارق 6 نقاط، وبيطلب الكابتن محمد صلاح مدرب نادي سبورتنج تايم أوت. أكيد بقى في التايم أوت دوت بيبدأ مدرب محمد الطرابلسي مدرب الصفاقسي بينبه كده على الخمس نقاط الفارق، مش كتير مع فرقة طموحة زي سبورتنج، وليهم مدرب ذو عقلية واعية لتحركات الملعب، وبيحاول يضغط ويقول لهم اضغطوا كمان بالإرسال عشان نبوظ عليهم الهجوم. وأكيد الكابتن محمد صلاح بيحاول يعدل من استقباله للكرة الأولى عشان يبدأ يضغط تاني على فريق الصفاقسي ويحقق نتيجة مرضيه بالنسبه له وبالنسبه لفريقه. وادي الارسال فعلا ضغطوا عليه ولكن دينا تستقبله، ندى قره تستقبله، واسقاط كده مع محاوله ناجحه من الصفاقسي، وضرب بعنف قوي جدا من البديل احلام طرابيعي اللي بدأ كده من بدايه المباراه، واللي حلت محل خلود صمود اللي كانت ظاهره امبارح في اللقطه كده من بدايه مباراه النادي الاهلي، ولكن طبعا بقى اشتغلنا عليها كويس وخرجها كابتن حمدي الصافي من الاداء، ويمكن لسه مهزوزه حتى الان، فاراد المدرب انه يستبدلها طبعا بحد بقى لسه جديد. وادي كره ثانيه فيها رالي بين الفرقتين وتتشد في مركز اربعه وتضرب ندى كره قويه، ولكن دفاعات قويه جدا من الصفاقسي، حس باهميه المباراه واهميه فريق الاسكندريه او فريق سبورتنج، وتضرب كره قويه جهان محمد بنقطه مباشره وتوصل للنقطه 22. ترجع جهان محمد على الإرسال، إرسال سريع وقوي ولكن قوي زيادة عن اللزوم خرج خارج الملعب، وترجع فرحة محمد عباس تاني للخطوط الأمامية للشبكة سنتر بلوك الفريق السكندري. هند نبيل رقم 15 على الإرسال، إرسال معقول يا هند ولكن استقبال أكتر من رائع، وكارولين بتحط في منطقة فاضية بنقطة مباشرة كده بسهولة قوي. سلمى كانت مقدمة للتغطية خلف حوائط الصد، ولكن طبعا الكرة فيها سهولة وما كانتش بتاعت سلمى خالص، وطبعا كابتن محمد بيدي فرقته طريقة دفاع بيميل مع الضرب، ولكن كانت هنا متمركزة تماما
ندى داخل مركز ستة، وتاني كرة باستقبال معقول وللسنتر، ولكن قريتها ليبرو فريق الصفاقسي، وباسقاط كده متقن جدا من امال كبير بتحط كرة سهله ومباشره في ملعب سبورتنج بتنهي بيها الشوط الاول لصالح نادي الصفاقسي التونسي. كان غاب طبعا عن المشاركه في النسخه السابقه فريق الصفاقسي، واشترك من مصر النادي الاهلي المصري، وكان معاه الدفاع المغربي والبحرين البحريني والمتين اللبناني وديلاسال الاردني والمجمع البترولي الجزائري. وتسيد طبعا النادي الاهلي في النسخه السابقه رقم 18 للعام السابق على التوالي مع النسخة الحالية، وفاز بيها النادي الأهلي بكل ماتشاته 3 لا شيء أو 3-0. وطبعا بقى مستنيين كقناة إعلام للنادي الأهلي وجمهور وإدارة مجلس إدارة طبعا يشرف بوجوده ونشرف به داخل النادي الأهلي المحب الأول لعشاق كرة القدم كابتن محمود الخطيب، وبنتمنى له طبعا التوفيق، وإن فرقته بقى تقدم له هدية كده في بداية توليه لمجلس الإدارة الفوز بالبطولة العربية، وتتحط ضمن أول إنجاز لمجلس الإدارة الحالي. وأدي كرة قوية طبعا كانت بقى في الإعادة، وزي ما قلنا كان الصفاقسي بيغيب عن النسخة رقم 18 ورجع تاني واشترك، وفي كده تصريح كان حاصل مع الكابتن هيثم في استديو التحليل بمشاركة الصفاقسي في البطولة الإفريقية في شهر مارس. وزي ما قلت لحضراتكم في المباراة السابقة إن النادي الأهلي بفوزه بالأمس هيكون فاز بأكتر من لقاء أو أكتر من سبب. فاز أولا على الصفاقسي 3-0، ودي نتيجة مرضية جدا للنادي الأهلي ومحبطة جدا للنادي الصفاقسي. تاني حاجة قربته أكتر من فوزه واحتفاظه بلقب البطولة العربية. تالت حاجة جعلت في حاجز نفسي بينه وبين النادي الأهلي عشان البطولة الإفريقية طبعا، فممكن يكون برضو من أحد الأسباب اللي تخلي النادي الأهلي عنده رغبة وقوة في الفوز بالبطولة الأفريقية للأندية اللي هتكون في شهر مارس إن شاء الله الحالي. في انتظار بقى استئناف اللقاء بعد تقدم فريق الصفاقسي في الشوط الاول وفوزه بالشوط الاول، هنشوف بقى كابتن محمد صلاح هيبدا يعمل تعديل في صفوفه ولا ايه، وايه الجمل الخططيه او التكتيكيه اللي هيعملها كابتن محمد عشان يوقف نزيف النقاط عن طريق البلوكات اللي كانت مفتوحه شويه في الشوط الاول، وده سبب طبعا لادخال فريق تونس لاكثر من لاعب في مركز السريع، عمل خلخله شويه في حوات الصد، وقام لاعبي الاطراف لاعب مركز اربعه ومركز اثنين بالهجوم العنيف من سنجل بلوك او من بلوك من منفرد او من بين حوات الصد، كان عامل مشكله كبيره شويه لدفاعات الفريق السكندري. وبادئ الحكم الثاني اهو يتاكد من دورانات الفريق، وما زالت اللاعبه بقى امال كبير بتقدم لنا كده جمل فنيه وخططيه مع فرقتها. معد الفريق التونسي امال كبير، ارسال جيد واستقبال اكتر من رائع من ساره طارق، وتاني ضرب ساحق من سلمى، لكن دفاعات قويه وترجع الكوره بسهوله على سندس عشان ما ترفعش طبعا كرتها الاولى. وادي بقى هنا ضربه تاني في المنطقه الاماميه بتضربها بقوه كده في الزوايا الحاده وتحقق نقطه لفرقه سبورتنج مع بدايه الشوط الثاني. ندى كده بتضربها برست ايديها وتروح زي ما احنا شايفين داخل حدود الملعب تماما.
واحد لا شيء لسبورتينج، وكره من منتصف الشبكه قويه جدا بترفعها معد الفريق امال كبير، وبتلاقي هجوم قوي من اللاعبه ساره، من اللاعبه جهان، وكره قويه بنقطه مباشره، وواحد واحد في بدايه الشوط الثاني. وترجع كارولين على الارسال رقم 13، وما زالت بقى كارولين كده واكله لقمه زياده على الغدا ولا ايه، ثالث او رابع ارسال تضيعه خارج الملعب، ومش قادره تتقن ادائها، وتسمع كلام مدربها بارسالات قويه سريعه، وحتى الان بتخفق في اداء الارسال. واتوقع ان ممكن يكون بقى في كلام تاني للمدرب محمد الطرابلسي على كارولين بالاخص، لانها لاعب محترف وبتتحسب عليه طبعا بضعف او اكتر من اضعاف فرقته كلها، سواء ماديا طبعا او فنيا. وادي ارسال تاني مباشر بنقطه مباشره، ما زالت بقى فرحه محمد عباس بتلعب ارسالها ولكن في الشبكه المره دي يا فرحه. اتنين اتنين للفريق، وادي 14 على الارسال، ارسال سهل واستقبال جيد، وتاني منتصف شبكه الهند، ولكن ترجع تاني بدفاعات قويه وتغطيه قويه على الضارب، وبخبره سلمى بقى تبدا تشتغل ولا ايه، تضرب كده في ايد حوائط الصد بنقطه مباشره. وبدا القلق شويه على محمد الطرابلسي، حس كده ان السجال او نقطه بنقطه مش في مصلحته، وده اللي بيحاول يعمله دلوقتي فريق سبورتنج، انه لو خسر النقطه يرجعها لفريقه تاني. ودي اكيد تعليمات بقى محمد صلاح. وسلمى على ارسال، ارسال قوي ولكن خارج الملعب يا سلمى. ارسال تاني برضو خارج الملعب، مسلسل بقى ضياع الارسالات في بدايات الشوط التاني كده، كلا المدربين نبه على الارسال يكون قوي وعنيف شوية وياخد فيه ريسك اللاعب، يعني يلعبه بمجازفة، ولكن طبعا حتى الان مش قادرين بقى اللعيبة ينفذوا تكتيك المدرب، وضياع الارسالات منهم مستمر. وادي كرة خارج الملعب من اللاعبة رقم 7 فاطمة الخراط، لاعبة سنتر البلوك او سنتر الشبكة للفريق الصفاقسي، وتنقل كده نقلة تانية لأول تقدم او تاني تقدم في الشوط التاني. وكرة في الخطوط الخلفية سهلة جدا تلمها فريق سبورتنج، واسقاط من هند، ممكن يكون في باي لاك شوية يا هند، الكرة علقت في ايديكي، ولكن طبعا تأخير بقى ليبرو الفريق نهى نوراوي، و ما لحقتش كورتها وراحت بايديها العكسيه، وده طبعا خطا كان لازم تروح بايديها الشمال عشان اتجاه الكره يطلع داخل الملعب. وادي كره ثانيه واستقبال جيد بتعوض بيه نهى نوراوي، وادي حائط صد قوي جدا ولكن دفاعات قاتله ومستميته، وسوء تقدير كده في الحوائط الصد للتايمنج بتاع هند، تاخد الكره ايديها وتطلع خارج الملعب. لما تكون الكرة بعيدة عن الشبكة شوية يا هند، أكيد الكابتن محمد قال لها كده، لازم أأخر التايمنج بتاعي وأضمن إن أنا حاطط إيديا داخل ملعب الفريق الخصم. وأدي إرسال قوي من أحلام ترابيعي، وفي مركز 4 الندى، اللي ندى بتختار إنها تضرب بريست إيديها كده في إيد حوائط الصد، والضرب بالريست ده بيبقى متعب جدا ومقلق لحوائط الصد. وأدي التكنيكال تايم أوت بقى اللي بنوصل فيه لتقدم لنادي سبورتنج بفارق نقطتين. ومع الكرة طبعا كانت سلمى بقى في تغطية كده مستنية ان الكرة لو كانت داخل الملعب كان ممكن تعمل عليها تراي، ولكن هي اتأكدت من ان الكرة خارج الملعب. وادي بقى الكابتن محمد بيشكر ربنا كده على الكرة، وادي دابل سكور 8 سبورتنج 4 الصفاقسي 4 محمد الطرابلسي مدرب نادي الصفاقسي. وطبعا زي ما قلت لكم بدات عليه علامات القلق لتقدم سبورتنج عليه بفارق 4 نقاط.
نتائج طبعا اليوم الاول بقى كانت الصفاقسي فاز على المجمع البترولي 3-2 والاهلي فاز على سبورتنج 3-0، وفي اليوم الثاني كان الاهلي فاز على الصفاقسي 3-0 وسبورتنج فاز على الصحافه السوداني 3-0، والنهارده قبل المباراه دي فاز المجمع البترولي الجزائري على الصحافه 3-0. وادي كره هنا سجال بين الفرقتين بتاخدها كده مباشره على طول كارولين نتيجه خطا في الدفاع من فرقه سبورتنج وتحقق بيها نقطه مباشره، وطبعا بقى محتاج سبورتنج انه يحافظ على ادائه وعلى تقدمه بالفارق دوت 8-5 حتى الان، وبنحاول ان احنا ندخل معاهم واحده واحده في الاداء عشان يعدلوا كده من مكانتهم داخل البطوله. وادي كره لسلمى بتضربها بريست ايديها ولكن خارج الملعب. يا سلمى خبرتك بقى تسمح لك انك تحط الكرة احسن من كده، ولكن معلش نشد حنا شويه يلا من البدايه. وادي الكابتن محمد بيقول لها انا قلت لك ارفعي في 6، ولكن طبعا هي كانت في وضع سمح لها بالرفع في مركز 1. وادي كره اهي وفي اشاره للكره انسايد لينا اساءت التقدير فيها وبدات نزيف النقاط مره اخرى في ملعب سبورتنج بعد ما كانت 8-4 اصبحت الان 8-7 بفارق نقطه واحده بفضل ارسالات بقى قويه لفرقه الصفاقسي التونسي. وادي تاني استقبال خاطئ ولكن يتدارجها كده فرقه سبورتنج وترجع سهله وتتشد في مركز 4 الكارولين اللي اتاخد منها بلوك في توقيت ممتاز وتوقيت رائع بيحقق نقطه مباشره لسبورتنج ويحافظ على تقدمه بفارق نقطتين. وادي بقى سنتر البلوك الصغيره في السن فرحه محمد عباس مواليد 99 بتحط ايديها كده بعد ما كانت متاخره شويه ولكن بتلف داخل الملعب بنقطه مباشره، وسندس ارسال وتتشد لكارولين. وادي دفاعات مستميته من فريق سبورتنج ولاعيبتهم لينا اللي عمل الدفاع منخفض جامد جدا من الخط، ولكن الكره طبعا ما خدمتهاش وتيجي الكارولين مره ثانيه بنقطه مباشره. فارق نقطة واحدة عن سبورتنج. وادي استقبال اكثر من رائع وكرة للمتألقة فرحة محمد عباس، ولكن بقى لو شفنا الكرة دي يتعمل عليها درس كده ان سندس بدل ما ترفع الكرة وان كلوز فوتت الكرة شوية وسحبتها عشان تهرب من البلوكات، وساعدت فرحة محمد عباس طبعا بخبرة سندس بقى انها تهرب من البلوكات وعلت لها الكرة كده سنة. اكيد الجمل دي بيبقى متفق عليها بين المدرب ولاعبته وبيتم التمرين عليها بفترات طويلة، وبيحاول كده المدرب يستخدمها في اوقات عصيبة زي اللي حصل مع نادي سبورتنج في اللقطة السابقة. وما زال المباراة سجال حتى الان في شوطها الثاني واستقبال جيد، وسلمى بتحقق نقطة غالية في توقيت رائع بتوسع بيه الفارق مرة تانية لنقطتين، وعدم تمركز جيد من معد من ليبرو الفريق نهى نوراوي من تونس، وبتعتب كده انها كانت واقفة صح بس ما طلعتش الكورة. تاني فرحة محمد عباس، ارسال بريسك برضو فرحة وطلع خارج الملعب. ايه الفارق انك تلعبي ارسال زي اللي كنت بتلعبيه قدام السودان، ولكن طبعا ضعف استقبالات فريق السودان بالامس شجعك اكتر على انك تلعبي ارسالات متقنه. النهارده في خوف شويه او رهبه شويه لصغر سنك ولاول مشاركاتك الدوليه، ولكن لازم تدخلي في الاداء، الفرصه ما بتجيش غير مره واحده. وادي هنا اللاعب رقم 14 ريم مساوي باستقبال جيد جدا، وادي دفاعات قويه من معد الفريق امال كبير، وتاني دفاعات قويه من ندى، وترجع الكرة في مركز 4 لينا اللي اختارت انها تضرب في اللاين، ولكن الكرة كانت بره شوية ايديها وخرجت خارج الملعب. ارسال ريم مساوي واستقبال برضو رائع من ندى، وكرة في منتصف الشبكة ولكن هند بتعمل اسقاط. بدأوا يقروا بقى الاسقاط بتاعك ده يا هند، بدأوا يدخلوا تحت حوائط الصد كده ويغطوا عليه، وبتترد الكرة مباشرة على طول في ملعب نادي سبورتنج بنقطة. البلوك كان فاتح شوية على العصاية وهندي طبعا سحبت مع البلوك فتحت الزوايا الحادة واستغلتها طبعا خبرات بقى لاعبي تونس. وادي كرة تانية باستقبال أكتر من رائع للمرة الثالثة على التوالي من ندى، وسلمى بخبرتها تلف كده بريست ايديها تضرب كرة في جسم اللاعبة التونسية اللي كانت متمركزة في اللاين
لاعبه مركز ثلاثه فاطمه الخراط. ترجع سلمى على الارسال، خلي بالك من ارسالك يا سلمى، كان ضايع، ولكن المره دي لعبته باتقان وخطا مباشر كده في محاوله للحاق بالكره، ولكن طبعا نتمناها سكندريه على طول. ارسال تاني بقى يا سلمى، استغلي شويه ان كارولين مهزوزه في الاستقبال في الفتره دي. كارولين لعيبه طبعا محترفه من البرازيل وعندها ثبات انفعالي وتقدر ترجع نفسها، ولكن بقى ادي الدفاعات القويه والقاتله لهدير اللي طلعت كره كده من تحت الارض، حققت النقطه والافضليه لفرقتها بفضل بقى ضربات ساحقه من الخط الخلفي، ولكن طبعا بتقدير عالي جدا تعملها كده بريست ايديها ندى زي ما هي معودانا تضرب بريست ايديها، وخلخلت حوائط الصد وعملت نقطه مباشره. وسلمى تاني على الارسال، نائل الليبرو استقبل جيد جدا، وادي ضرب من فوق حوائط الصد للقديره جهان محمد رقم 6، عندها هجوم من مستوى 2 متر 85 وطلعت فوق حوائط الصد كده وضربت كره قويه. وترجع جهان على الارسال، ارسال جيد واستقبال من لينا، ضرب تاني من لينا ولكن خارج الملعب. يا لينا عايز تضربي فين؟ بتختار كده حوائط الصد تضرب في التاتش، ولكن لازم تكون الكره قريبه شويه من الشبكه، الكره لو بعيده عن الشبكه بيبقى صعب تتحكمي فيها في ايد حوائط الصد. وادي سندس هنا بترفع في مركز واحد لسلمى اللي عملت اتاك قوي ولكن تغطيه جيده جدا، وترجع الكره تاني لسبورتنج ومحاوله للاسقاط، ولكن قلت لك يا هند الاسقاط خلاص اتعرف من الفرقه الثانيه وبداوا يغطوا عليه واكيد بينبهها لدوت الكابتن محمد صلاح. وترجع كده كره سجال بسرعه عاليه بين الفرقتين، وادي دفاعات قويه مستميته من فرقه سبورتنج، وهند بتضرب كره تلمها ليبرو فريق الصفاقسي، وكره على اللاين بيحسبها الحكم الدولي الاول، كره انسايد لفريق الصفاقسي بعد رالي كبير بين الفرقتين كان انتهى كده بتفوق لنادي الصفاقسي. ودينا ندى قرة بتحاول كده تأثر على قرار الحكم، ولكن شوفوا بقى عنف الارسالات قد ايه وقد ايه احنا بنحاول فيها باستقبال جيد. وترجع الكره تاني لكارولين، وادي ساره سلمى عفوا ودينا وندى تضرب تاني كره قويه، وترجع الكره لمركز 4 تتدرب بعنف، ولكن بقى في سجال كده في الاداء ما بين ليبرو الفريقين ساره طارق ونهى نوراوي، وترجع كره سهله وتتاخد ليها حوائط صد ولكن تدافع عن نفسها وتتشد تاني لهند، ضربت كره وادي السجال بين الفرقتين زي ما بنقول، كره راحه وجايه ما بين الفرقتين، وادي كره تانيه للينا وترجع تاني لفرقه الصفاقسي، وكارولين بتعمل اسقاط، وادي بقى فدائيه ولكن في ملامسه للمنطقه الاماميه، طبعا خطا في الروتيشن وبيحسب الحكم الاول، وطبعا بيتشاهد بقى فرقه سبورتنج بعد رالي استمر لمده 6 أو 7 كرات رايح جاي ما بين الملعبين، وادي اللعيبه بقى بيقعوا على الارض كده من فرحتهم طبعا بالفوز بكره مهمه وصعبه زي دي، وبدا يبان قد ايه تمسك نادي سبورتنج وفريق سبورتنج بالمباراه، وبنحييهم طبعا على روحهم القتاليه وادائهم الرائع داخل الملعب. وادي حائط صد قوي جدا ودفاعات كده غير موفقه وغير ناجحه للصفاقسي، وطبعا ده بيرفع من معنويات فريق سبورتنج بقوه وبتدخلهم في الاداء اكتر، وهنشوف بقى بعد التايم اوت ايه اللي هيحصل من مدرب محمد الطرابلسي. وادي بعض بقى من الحضور خلف فريق سبورتنج سواء بقى اولياء امور للاعبات او محبي وعشاق الكره الطائره ونادي سبورتنج السكندري. طبعا بنتمنى بقى المدرجات تمتلي على اخرها في مباراه نهائيه للنادي الاهلي يوم الجمعه، طبعا مباراه الخميس هتبقى مباراه وان سايد جيم او من طرف واحد للنادي الاهلي، وهيحاول كده الكابتن حمدي طبعا يحافظ على الأشقاء السودانيين ويلعب مباراة سهلة إلى حد ما ويحافظ طبعا على لعبته
وطبعا يجهزهم بقى بتمرينه قويه كده صباح الخميس والاربع اليوم الراحه، للشغل كله هيبقى على مباراه الجزائر في النهائي المجمع البترولي الجزائري، زي ما قابلهم السنه اللي فاتت برضو في نهائي كده البطوله، ولكن كانت اخر مباراه ايضا زي البطوله رقم 19. ارسال مع الصفاقسي التونسي، تستعد كده اللاعبه احلام ترابيعي تلعب ارسال سهل واستقباله متقن، اعداد لينا لندى، ندى قره ضربت الكره في ايد حواط الصد بنقطه مباشره، بدا كده يبقى فيه ارتياح شويه، و ادي زي ما احنا شايفين هو ارتياح على البدلاء وعلى الجهاز الفني لفريق سبورتنج. وهندي تاني بقى خدت كده مجازفه في الارسال ولعبته سريعه جدا، وادي كوره وقفت بيها اللاعبه في الهواء شويه رقم 7 فاطمه الخراط، وضربت من فوق حائط الصد بكره بريست ايديها، كان المفروض تعملها على دفاعات قويه ولكن سوء تقدير طبعا في الدفاعات، ورجعت الخراط على الارسال، ارسال عالي اخر الملعب ولكن استقبال جيد من لينا، وادي كده اسقاط من فرحه محمد عباس، اسقاط متقن المره دي يا فرحه. نشكر طبعا بقى مخرجينا في قناه الاهلي اللي بيعيدوا لنا اللقطات اول باول عشان نعلم كده اولادنا الملتفين حول شاشات قناه النادي الاهلي نادي القرن، وكره في مركز 4 بحائط صد، لكن ما نحتفلش بدري يا فرحه، لازم مع صفاره الحكم، وادي كره ثانيه قويه ولكن دفاعات قويه ليه فريق الصفاقسي، وترجع كده الكارولين، وادي بقى سندس هنا بتستخدم كده مهاراتها القتاليه في الدفاع، وتاني سندس بترجع كوره شانس بول وتعدي لملعب الصفاقسي، ومن الخطوط الخلفيه لجهان اللي ضربت كره قويه جدا من الخط الخلفي بنقطه مباشره. لازم نتعلم بقى يا فرحه ما نحتفلش بكورتنا الا ما تنتهي، ادي الرالي كمل و النقطة راحت للصفاقسي. أمال كبير، وطبعا لاعبتها بيعملوا سكرين شوية أو بيغطوا على المستقبلين في نادي سبورتنج، ولسه ما كملتش الكلمة ونزلت النقطة فعلا مباشرة، أهو بيشرح لهم هنا أهو الوقفة بتاعت السكرين وإزاي تتحرك للتحرك للبلوكات وتقرأ اللعب إزاي، كل ده طبعا في لحظة كده بيشرحها لها مدربها، وأدي تاني استقبال واعتماد كده على بعض، كان لازم لاعب السنتر تبص على المعد لقيته مش لاحق يرفع، لازم هي اللي تجري بسرعه وترفع الكره لاحد الاطراف بتوع الملعب سواء في 4 او في 2، وتم الاعتماد كده على بعض، طبعا لقله خبره شويه من فرحه محمد عباس، هي مميزه طبعا في حوادث الصد وفي الضرب ولكن محتاجين منها اكتر من كده. وادي مي بقى قاعده طبعا حزينه لعدم مشاركتها مع فرقتها، وان كنت بقول لها يا مي قومي بالسلامه وفرقتك منتظراكي بفارغ الصبر، وتاكدي وخدي ثقه كده في لاعبينك داخل الفريق، وادي هنا الغلطه اللي قلنا عليها. قد ايه متقن محمد الترابلسي وعاجبني ادارته لفرقته، مع انه امبارح اتعرض شويه كده لشويه هزه عنيفه شويه لانه كان طبعا بيقابل بقى الزلزال الجماهيري من النادي الاهلي، وطبعا بيقابل بقى القوه اللي حتى الان ربنا كده يطرح فيها البركه على طول، القوى الاهلاويه اللي بتتسيد اي لقاء بتروح ان شاء الله سواء داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها، وبنتمنى لهم التوفيق تماما. وادي ارسال تاني من امال كبير واستقبال جيد وضرب قوي من سلمى اللي بتضرب في ايد حوادث الصد، وخبرتها بتسمح لها انها تقف شويه كده لغايه لما حائط الصد يتخلخل او يبدا في النزول، وتضرب في ايديه فعلا زي ما احنا شايفين في الاعاده، وتحقق نقطه مباشره لفرقتها. ندى على الارسال، ارسال عالي يا ندى وسهل ولكن استقباله غير متقن، وترجع كره كده ما كانش المفروض نطلع لها دبل حائط صد لانها عملت الكره حجله كده، يعني معناها انها مش لحقاها، وطبعا دي كلها خبرات بقى هيضيفها لهم مدربهم الكابتن محمد صلاح، وده كان الهدف الاساسي للاشتراك في البطوله
بناء عن كلام رئيس الوفد الكابتن اسلام جمعه المشرف على فرق الكره الطايره، واللي قال ان بناء عن اتصال تليفوني طبعا تم مع كابتن محمد صلاح انه بيحاول كده يبني جيل جديد من اللاعبات اللي ذو كفاءه. وادي هنا بعد ما الكره كانت راحه للصفاقسي وتم عليها تراي قوي جدا، لكن في ملامسه للشبكه فريق سبورتنج. ١٣ على الارسال كارولين، وادي استقبال جيد من ندى، وكره كده مسقطه بدون عنوان، ولكن ترجع تاني ل سبورتنج. وتاني في مركز اتنين بقى لسلمى، بيدوروا عليها دلوقتي سلمى، لان هي اللي بتعرف ازاي تجيب النقاط حتى الان، هي ومعاها فرحه ولينا، ولكن لسه الاداء ما ارتقاش طبعا لمستوى تحقيق مكسب سهل، وان كانت المباراه متصعبه على الفرقتين. وادي كره مباشره من سلمى بنقطه مباشره. وتاني بارسال كده قوي برضه بيحقق نقطة مباشرة من إيد فرحة محمد عباس. تانية فرحة، يلا عمق الفارق أكتر وإثبتوا كده وجودكم داخل الملعب. وأدي سلمى بقى بخبراتها بتبدأ إزاي تحفز فرقتها على الفوز. فرحة رقم 20 على الإرسال. إرسال جيد جدا يا فرحة، ولكن كان زايد شوية سرعته، خرج منك خارج الملعب، لكن بحييكي على الريسك اللي بتلعبي بيه الارسال، وان كان لو دخل فعلا الملعب كان هيحقق صعوبه على فريق الصفاقسي. تاني ريم مساوي، ارسال سهل استقبلته ندى، ولسلمى اللي قلنا بيدوروا عليها، وادي ندى بتعمل بقى التغطيه على الاتاك، وتاني كده كره مسقطه من لينا وتتعكس في مركز اتنين، وادي دفاعات قويه من ندى وتتقلب الكرة مركز اتنين لسلمى، ولكن في تغطية جيدة من الفرقتين، وادي كرة بتلحقها على طول المعدة المخضرمة امال كبير، ولكن ترجع تاني بسجال عنيف جدا. وادي لينا بقى اللي عمالة تحرجم عليها كده من اول اللقاء، تدخل بجسمها وتضرب الكرة برست ايديها في مركز واحد، وهي دي مشهورة بيها لينا على طول اهي، وبتعملها فعلا وتنجح فيها بعد ما اخطأت كده في الشوط الاول، ولكن بقى بترجع لادائها وقوتها اللي احنا عارفينها بيها، وتغيير عمله الكابتن محمد، نزل اللاعبه رقم 13 ليلى محمد سالم على الشبكه، املا في انها تاخد حوائط صد مكان سندس عطيه السيد. سلمى على الارسال، سلمى عصام من المخضرمات داخل صفوف نادي سبورتنج. ارسال سريع من سلمى واستقبال متقن المره دي من كارولين، وتاني كده من فوق حائط الصد كان لازم ناخر شويه لينا، وقدمت انت قوي يا سلمى، تتوقعي بقى ان في ضرب من فوق حائط الصد كده، كنت بخبرتك تاخري شويه وتقري اللعب بدري، وادي فعلا اهو كانت مقدمه شويه سلمى، معلش تعوضها ان شاء الله. وادي ارسال ضايع من جهان محمد رقم 6. يظهر لنا بس النتيجه على الشاشه الرئيسيه ونبلغ حضراتكم بيها. وادي هنا خرجت بقى لينا ونزلت اللاعبه البديله يمنى محمد عبد الفتاح على الارسال اللي استخدمها كابتن محمد صلاح امبارح برضو في المباراه على الارسال كده، واجادت ونتمنى لها الاجاده طبعا في مشاركاتها الاولى داخل المباراه اليوم. وادي ارسال سريع فعلا وصعبت الاستقبال على فرقه الصفاقسي، وكره كده بقرايه واضحه جدا وعدم تمركز صحيح للمدافعين بنادي سبورتنج، واللي بيها بينتهي الشوط الثاني لصالح الصفاقسي واتنين لا شيء في الاصوات. وادي بقى زعل هنا من لينا ومي محمد وليبرو الفريق ساره، ولكن يا اولاد لسه شد حيلكم، 25-23 كنتم مقربين جدا في النتيجه عن الشوط الاول، وكنتم متفوقين في بعض النقاط وحافظتوا على الرالي لاوقات كتيره، ولكن اخطاء بسيطه جدا بترجع كلها لقله الخبره بس مش اكتر. واكيد كابتن محمد راضي كابتن محمد صلاح راضي بالاداء، وبيحاول يعمق وجودكم اكتر في البطوله، وكلنا وراكم بالتشجيع، وادي اللي بيحصل فعلا من الجهاز الفني بيشجع لاعبيه.
طبعا للاستمرار بالاداء القوي اللي احنا شايفينه قدامنا، وهما ما ننساش قدام فريق قوي جدا. ودي الكره اللي قلنا عليها اللي هربت فرحه محمد عباس، سندس كده رفعتها بطريقه هربتها من حوائط الصد التونسيه، وافضل بقى اللقطات في اللقاء. عندنا جدولنا ليوم الخميس، المجمع الجزائري طبعا او مجمع البترول الجزائري هيقابل سبورتنج في الساعة 4، وشباب 20 الصحافة السوداني هيقابل الاهلي المصري الساعة 6، وزي ما قلنا دي مباراة طبعا من جانب واحد. ويوم الجمعة شباب الصحافة هيقابل الصفاقس التونسي، والمجمع البترولي الجزائري هيقابل الاهلي المصري، على تحديد اصحاب المراكز من الاول والثاني والثالث. ولكن طبعا بننتظر النهارده بعد بقى ختام اليوم عشان نقول لحضراتكم كده ترتيب الفرق هيكون ايه مع الاستوديو التحليلي الكابتن هيثم والكباتن بقى الخبراء في الكره الطايره الكابتن احمد ثابت والكابتن وائل العايدي. مع استئناف المباراة وبداية الشوط الثالث هنفكر حضراتكم بالفرق المشتركة في البطولة، وهم خمس فرق كان بيمثلهم طبعا النادي الأهلي وسبورتنج من مصر، الأهلي حامل اللقب وسبورتنج صاحب المركز الثالث في الدوري المصري، وطبعا بعد عدم اشتراك صاحب المركز الثاني الشمس، ومن فرقة تونس الصفاقسي، ومن الجزائر المجمع البترولي، ومن السودان الشقيق فريق الصحافة شباب الصحافة 20. وبنبدأ كده مع حضراتكم بدايات الشوط الثالث، وبنعمل ان اللقاء ياخد نفس الوتيرة من حماس ومحاولة للمكسب من فريق سبورتنج، وان كان يقدر يعملها طبعا، لان كنت متعود من نادي سبورتنج من زمان قوي في الدوري المصري ما فيش حاجة عنده اسمها يأس، بيفضل محاول لغاية اخر نقطة، وكان في ماتشات كتير قوي يقلبها من 2 لا شيء للفريق المنافس ويكسب بيها 3-2. هل يا ترى هيعمل ده دلوقتي ولا ايه؟ هنشوفه طبعا، نتمنى له بقى التوفيق في مباراته امام العملاق التونسي. وادي بيحسب هنا الحكم الاول كره تاتش ملامسه لحوائط الصد، وفعلا بيقولوا فرقه سبوردنج فعلا، وادي بقى الشياكه بتاعت ندى كده بتعترف بان الكره فيها ملامسه. 1 لا شيء. هنمشي بقى مع بعض بالنقاط كده نقطه نقطه، وعلى الارسال رقم 15 اللاعبه امال كبير، واستقبال اكتر من رائع، ولكن اعداد كده ما فيهوش ربط شويه مع ليلى، وترجع كره سهله للصفاقسي اللي ما بتكدبش خبر على طول كارولين البرازيليه، تضرب في ايد حوائط الصد بنقطه مباشره 2 لا شيء للصفاقسي اهو زي ما احنا شايفين. فرحه ما كانتش ضمه شويه، وادي ارسال تاني واستقبال خارج الثلاثة متر ولكن معقول، وضربه من سلمى بدون نقاط، ترجع كده سهله لملعب التوانسه ولكن في قلب الشبكه يا احلام يا طرابيعي، تطير كده احلام في الهواء وتضرب كوره في الشبكه. وادي تاني ندى، ارسال جيد يا ندى، ولكن ليبرو فريق تونس عاجبني قوي، بيستقبل كور صعبه شويه، هنا بقى الكابتن محمد صلاح بيعتمد للاعب مركز 6 اللي بيقف في الخطوط الخلفيه كده، بيعتمد على الريد اند راكت او قرايته للمواقف، وسواء بيروح مع الضرب او عكس الضرب، وانا مش شايف استراتيجيه واضحه لمركز 6، هل هو بيميل مع اتجاه الهجوم او عكس اتجاه الهجوم، ولكن هو بيقف يتمركز في مركز 6، بيلعب على اخطاء البلوكات، ودي برضو ثقافه
بينقلها كده كابتن محمد لفرقته، ولكل مدرب طبعا مدرسته ووجهة نظره طبعا لحسب امكانيات فريقه. هو شايف ان في تفاوت في الاطوال ما بين لاعبي السنتر ولاعبي الاطراف، فاكيد هو متوقع المشكله هتكون فين. وفعلا هو ده اللي كان بيحتاجه محمد صلاح في النقطه الاخيره، ان المشكله كانت في بتوين البلوك، وكان لازم اللاعب يتمركز في مركز سته، ولكن رحلت هي شويه فاتضربت اهي زي ما احنا شايفينها. وهو كده بيتعامل صح جدا مع فرقته، ولكن يبقى بقى التنفيذ في ارضيه الملعب للفريق السكندري. وادي كره هنا فيها متابعه كده، ولكن باي لاك تنزل بنقطه مباشره لفريق تونس ويتقدم في النتيجه. بنامل انه ما يعملش الفارق اللي تعب فرقه سبورتنج في الشوط الاول. يحاول بقى اللاعبين كده يلحقوا نتيجتهم. ادي ارسال تاني قوي واستقبال جيد المره دي من ندى، وكره لسلمى ولكن في احضان البلوكات يا سلمى. ليلى كده رفعتها لها مقطومه شويه، وكره تاني فيها متابعه لفرقه الصفاقسي، ولكن سوء تقدير من لاعبي منتصف الشبكه رقم 7 فاطمه الخراط. وادي بقى تفكير لكابتن محمد صلاح، يا ترى يعمل ايه في الشوط ده عشان يرجع تاني للمباراه. ما عندوش غير سلاحين، سلاح الارسالات القويه وسلاح الدفاع، وهو بيحاول يستخدم السلاحين دول دلوقتي. ادي الارسالات القويه اللي فعلا حققت له تاثير على الهجوم، وادي الدفاع القوي اللي رجع له الكره ثانيه سهله اهي. وهيحاول بقى من الهجوم العنيف لفرقته زي ما نشوف كده من لينا، ولكن في احضان البلوكات يا لينا. لازم اضرب لفوق شويه في الايد الخارجيه للبلوكات، وبتقول لها كده اسحبي لي الكره شويه، او زي ما شايفين اشاره لينا لمعد فرقتها. ادي ارسال تاني سريع، استقبال خارج منطقه 3 متر، وكره بترجع سهله تستقبلها كارولين وفي منتصف الشبكه، ولكن تغطيه جيده من ليلى محمد سالم، وفي الخطوط الخلفيه لسلمى، ولكن كارولين بقى بتتالق وفي مركز 4 كده. وادي سلمى تاني بتعمل متابعه جيده، ولكن في سوء تمركز كده من ليلى لما نزلت من البلوكات وما تابعتش كورتها. وبدا كده الصفاقسي يحس بسهوله اللقاء بعد ما تفوق عليهم فريق السبورتنج الاسكندريه المصري في الشوط الثاني، ولكن طبعا خبرات فريق الصفاقسي نهت لصالحهم الشوط الاول والثاني. وادي الشوط الثالث بيتسع في الفارق 8 للصفاقسي في التكنيكال تايم اوت الاول 8-3 فارق 5 نقاط. ما زالت توجيهات محمد صلاح بقى هتأثر على فرقته بالإيجاب. أنا بشوف كده في مع نهاية كل تايم أوت. وأدي المخضرمة اللي قلنا عليها اللي تميزت جدا في مع المنتخبات التونسية أن التركي، لاعبة دولية طبعا مخضرمة زي ما قلنا، وبتجيد بقى التعامل النفسي القريب قوي من البنات، وبتحسسهم كده بأهميتهم داخل اللقاءات، وبتكسب فعلا الفرق اللي قدامها بسبب علاقتها الطيبة جدا باللاعبات. عاملين ترابط كويس قوي محمد الطرابلسي وأن تركي. تمانية الصفاقسي 3 سبورتنج. ما زال سبورتنج على الارسال، مطلوب يا لينا اضرب في اواخر الملعب شويه. وادي جهان بارسال قوي خارج الملعب. ينتقل الارسال لفريق سبورتنج في النقطه الرابعه ليه، ويضيق الفارق شويه مع لينا، ولينا بتلعب ارسال سريع، ولكن استقبال اكتر من رائع من كارولين، وخداع كده من معد الفريق المخضرم امال كبير اللي حرجمت على الكره دي مرتين، ولكن المره دي بتنجح فيها باسقاط مباشر بيتفرج عليها كل اللاعبات طبعا، لانها بتحتاج لاشاره ولسرعه رد فعل عاليه جدا من المدافعين. ولازم انوه طبعا ليه بقى اخواتنا المدربين المبتدئين لسه، انه ما يمرنش الدفاع
على مجرد ان اللاعب يقف في المكان الصح وينزل تحت زي ما بنسمع المدربين كده تقول له انزل تحت وقف هنا، انما بينسى حاجه ثالثه ومهمه جدا وكان دربنا عليها مدربين عظام واحنا صغيرين، من امثالهم طبعا الدكتور شريف صلاح الدين اللي كان بيمرنا على حاجه اسمها الاشاره العصبيه وازاي نتوقع الكوره وازاي نقراها طبقا لمسار اللعب. الكلام ده كله في مدربين كتير قوي عظام بيمرنوا عليه، ولكن احنا بنقول للمدربين المبتدئين ما تحاولش بس تمرن فرقتك على المكان الصح والنازله او ينزل برجليه صح، ولكن اهم من الاثنين دول لازم يبقى عنده اشاره عصبيه سريعه تنقل التحرك بسرعه عشان يلحق يطلع كورته فعلا. ودي يمكن بالمصادفه كده حصلت الكوره بتاعت امال كبير واللي كانت محتاجه لاشاره عصبيه سريعه جدا ووقف يتفرج عليها لاعبي سبورتنج، وبتحصل مع فرق كبيره جدا اكبر من سبورتنج، وحصلت امبارح من نور ياسين في اخر نقطه في الشوط الثالث اللي كسبت بيها اللقاء، وواقفه هي على انهم هيرفعوا فرقه صفاقسي كلهم بيتفرجوا عليها على انهم هيرفعوا الكره لفرقه الطرف او لفرده الطرف، ولكن نور ياسين حطت كره كده على طريقه الميني فولي برضو وقف اتفرج عليها فريق الصفاقسي، وزي ما قلت دي بتحتاج لقدرات بدنيه عاليه جدا وخاصه جدا. ارسال قوي واستقبال المره دي جيد من ندى، وادي بتضرب بقى في ايد حوض الصد كده ولكن ترجع الكره تاني سهله وتاني بتترفع في مركز أربعة، وادي ندى بتحاول تقل ايديها شويه في الضرب ولكن الدفاعات قويه وبتعمل دفاع كده على نفسها ندى وترجع لها الكره تاني بقى بريست ايديها. عايزين نتاكد بس دي ندى ولا لينا، متهيألي ندى. وادي هنا سلمى تاني بدفاعات قويه وبترجع كره كده بخبره على معد الفريق وتتشد في مركز أربعة الكارولين اللي ضرب الكره قويه ولكن دفاعات مستميده وقاتله زي ما قلت لكم بعد التايم اوت. الكابتن محمد عارف فين المفاتيح بتاعه فرقته اللي بيأثر عليهم نفسيا ويخليهم يجيدوا، وده اللي شايفينه دلوقتي الفرقه مش سامحه لان الكره تقع بسهوله. وادي اسقاط من هند وترجع تاني في مركز واحد والمباراه بقت سريعه جدا ومتكافئه للفرقتين، مش شايف ان في فرقه مؤثره ولا حاجه. وادي هنا في تراي عالي وادي بقى سرعه رد الفعل لساره طارق اللي لمت بيها الكره الاسقاط اللي عملتها، وادي هنا تغيير كده لاتجاه الكره. طبعا محتاج بقى سوبر مان هو اللي يروح يطلع الكره دي لانها هي اتحركت صح، ولكن تغيير اتجاه الكره بتحصل طبعا مع اكبر اللاعبين سنا بقى واكثرهم خبره وهي مش غلطانه في حاجه. وادي هنا بقى فرقه الصفاقسي كده بتحاول بطريقه هستيريه تشجع نفسها وتزود الفارق، وهي كانت اوت وبيقول حد يقول لي ساره طبعا بتطلب حد ينبهها انها كانت اوت، وده المفروض فعلا من البدلاء بقى او المدرب المساعد بيبقى متفق مع المدير الفني كده انا اللي هنبه للكور الاوت لو ما كانش حد عنده خبره من داخل الملعب يقولها. وطبعا الكلام دوت انا شايف ساره بتطلبه هو بيحصل اكتر يا ساره مع فرق الناشئين، ولكن في الفرق اللي بتلعب في بطوله زي دي او فرق بتلعب على مستوى عالي ما ينفعش المدرب هو اللي تعتمدي على انه يقول لك اوت او انسايد، لازم انت اللي تقرري وقرارك هو اللي بيحكم الكره، وده اللي حصل بالفعل في اللقطه الاخيره. تاني هند ارسال سريع يا هند لكن لازم يعلى شويه، مش عايزين نقول ان القدرات البدنيه بدات تقل، ولكن طبعا احنا شايفين دلوقتي السته اللي موجودين في الملعب مفيش تغيير ليهم بالاخص سناتر البلوكات، وان كان اقل حد بيشارك هو سنتر بلوك لان طبعا بيلعب نص دوران كامل. وادي تاني كره راحه سجال وتتشد في مركز ثلاثه وتحاول عليها فريق سبورتنج، في لمس شبكه لفاطمه الخراط من منتصف الملعب. عفوا هو حاسب عليها تخطي برجليها طبعا من اسفل الشبكه. وادي ليلى على الارسال، ارسال مؤثر واستقبال اكتر من رائع، وكره تانيه كده بتسقطها بخبره عاليه قوي ما كانتش في اتجاهها ولا في عدلتها ولكن ترميها اخر الملعب بنقطه مباشره. ريم مساوي اللاعبه رقم 3 لاعبه مركز 3، اللاعبه رقم 14 لاعبه مركز 3 ريم مساوي. ارسال قوي من امال كبير، وادي كره كده هترجع سهله لملعب التوانسه وتاني وتتشد في مركز اربعه، ولكن كارولين دخلت بدري وعملت كره عكسيه
في غير اتجاهها طبعا ما بيحالفهاش فيها الحظ كده وتطلع خارج الملعب، ورجع كده بطريقه شويه فيها هزلي شويه. وان كان لازم يعنفهم بقى كابتن محمد الادريسي زي ما انا شايف على وشه كده، محمد الطرابلسي هيبدا يعنف لعيبته. ليه؟ طبعا هم مطمنين للنتيجه، ده اللي على الورق، ولكن طبعا الكره الطايره لا تعرف المستحيل، وبالاخص نادي سبورتنج لا يعرف المستحيل. وممكن في لحظه تلاقي النتيجه اتقلبت وبدا يكسب الصوت الثالث ودخل في المباراه وممكن يكسب المباراه، ليه لا؟ ادي كارولين وكره قويه واستقبال غير متقن، ولكن ترجع تاني بسهوله. وفي مركز اربعه بتضرب بتطير عالي جدا احلام طرابيعي. عندهم الصراحه زي ما قلنا في مباراه امس كده القدرات البدنيه من حيث الطول والقدره على الوزن والجانب التكنيكي للاداء من طيران ومرجحه الايدين والاكتساب السرعه والقوه في اداء مهاره الهجوم عندهم بطريقه عاليه قوي. وادي سكور هنا فرق جامد 16 الصفاقسي 7 سبورتنج في طريقه لانهاء اللقاء بثلاث اشواط. ودي بقى اجمل لقطات بيختارها لنا كده مخرجينا في قناه الاهلي، يفكرونا قد ايه محمد الطرابلسي بيحاول كده يدوس على الفرقه بتاعته كمان، عشان هو مستني طبعا المفاجاه تتحقق عن طريق المجمع البترولي، الدوله الشقيقه بقى الملازمه ليه الجزائر، ويحاول كده انه يكسب بمجهود الاخرين. ولكن طبعا احنا بنحييه على ادائه داخل البطوله وعلى مشاركه الصفاقسي، ونتمنى بقى مشاركته مره تانية في البطوله الافريقيه كده اللي صرح بيها احد الصحفيين التوانسه، وقال ان الصفاقسي هيكون موجود. طبعا ده تصريح كان للكابتن هيثم في الاستوديو التحليلي، وقال انه هيكون موجود داخل البطوله الافريقيه، وبنتمنى بقى انه يلاقي الاهلي برضو في النهائي عشان ناكد صداره وزعامه نادي القرن في القاره الافريقيه او على المستوى العربي. 8 سبورتنج 16 الصفاقسي دبل سكور، فرحة على الإرسال، فرحة عباس إرسال قوي وسريع يا فرحة، بسم الله ما شاء الله، يلا كملي تاني، عدلي نتيجتك تاني، ممكن تدخلوا في اللقاء. وآدي بقى اللي بنقول عليه فرقة سبورتنج لا تكل ولا تمل، بفضل بقى الخبرات الموجودة بنادي سبورتنج سندس عطية السيد وسلمى عصام، الاتنين أكتر اللاعبات أو أكبر اللاعبات سنا وأكترهم حماسا وتشجيعا، وبيحاولوا كده يأثروا على معنويات الفريق التونسي. وادي كرة قوية وسلمى فعلا بتطلع كرة هنا بإجادة عالية جدا وتتشد في منتصف الشبكة، ولكن لينا بقى بتعمل دفاعات اهي منخفضة، وادي الخبرة اللي بنقول عليها سلمى تعمل كرة كده في ايد حوات الصد بكرة بليسنج في ايد او في صوابع حوات الصد خارج الملعب، بتحتاج دي خبرة عالية جدا يا سلمى زيك كده، وبتعلمي بقى اولادنا اللي موجودين امام شاشات قناة النادي الاهلي قد ايه الاداء بيبقى مفيش حاجه اسمها مستحيل بفارق التسع نقاط اللي بينك وبين الفريق الاخر، ومع ذلك بتلعبي بقوه وباحترافيه. وادي هند نبيل بتاكد كمان على الكلام ده وتاخد كره فيرست تايم بنقطه احرجت فيها محمد الطرابلسي وخليته يطلب وقت مستقطع، وتبدا بقى البنات بتاعه الصفاقسي كده تتشد شويه من مدربها عشان التراخي اللي ظهروا بيه في الكام نقطه اللي قبل التايم اوت اللي اخده الكابتن محمد صلاح وأثر على نتيجة فرقته وخلاهم يلعبوا بإيجابية عالية زي ما احنا شايفين أمامنا على شاشات قناة النادي الأهلي. 16-11 بيضيق الفارق لخمس نقاط، زي ما قلت لكم مفيش مستحيل، ونفتكر الكلمة دي كويس، ممكن مش مع اللقاء ده ممكن مع لقاءات تانية. وأتذكر كده إن الذاكرة ما خانتنيش، كان نهائي بطولة أولمبية ما بين البرازيل وروسيا سيدات، والبرازيل كانت متفوقة 2 لا شيء وفي الشوط الأخير 24-19، ولكن كان أول ظهور للاعبة تسمى جودينا من روسيا، نزلت غيرت مجرى الأداء وكسبوا الشوط 26-24 وكسبوا المباراة 3-2 وأحرجوا البرازيل وخدوا المركز الأول في بطولة أولمبية. يعني زي ما بقول لكم الكرة الطائرة ما تعرفش النهاية أو المستحيل،
وممكن سبورتنج تعزز الكلام ده دلوقتي، وادي استقبال جيد من ندى، وكره في مركز اثنين لسلمى بخبراتها بقى بدات تستخدم كتفها كده ورست ايديها شويه، بتغير اتجاهات الاعداء الهجوم او زي ما شايفين تسحب الحوائط الصد على اللاين وتضرب برست ايديها في الزوايا، وبتحقق نقطه مباشره لفريق سبورتنج. رجعت سلمى على الارسال، ارسال برضو مؤثر واستقبال جيد، وكره من كارولين بتخدمنا فيها الشبكه شويه، وبنشكر طبعا الحافه العليا للشبكه بتطلع منها خارج الملعب، وبدا الفارق يضيق اكتر. وادي هنا ما كانتش كارولين، كانت جهان محمد المتالقه من بدايه اللقاء، وفي بقى لعيبه كده ممكن يجوا على الاواخر يظهر منهم اخطاء تكلف فرقتهم الكثير. وادي كارولين المحترفه البرازيليه اللي بتقبض بقى بالدولار، ضيعت كمان استقبال وممكن برضو تأثر. وادي بقى التوتر بيبدأ يبان سريعا على محمد الطرابلسي، وهيبدأ يتعامل مع فرقته ازاي. زي ما احنا شايفين الفارق بدأ يقل جدا ما بين سبورتنج و الصفاقسي، وممكن اللقاء يتقلب. وانا مستني كده الصراحة عشان نستمتع اكتر مع قناة الاهلي، ومستمتعين جدا بالاداء السكندري والكفاح اللي حاصل ما بين صفوف اللاعبات. هدير محمد كمال بتحاول كده على كوره تعتبر كيلينج شوط من فوق حوائط الصد، ولكن البنت طبعا هدير ما بتعرفش الياس ابدا، ونقطه لسبورت، نقطه للصفاقسي، وترجع تاني كره فيها رالي وتتلم كده بسهوله، تتشد اي حاجه في ملعب سبورتنج تلمها ندى قره وتترفع تاني في المنتصف هند، ولكن يا هند معاكي دبل بلوك وتتحسب كره محموله او كره دبل على ليبرو الفريق السكندري، وبيبداوا يناقشوا الحكم هنا وهو مصمم عند رايه. هي بتقول لها دي كره فيها تراي ومش متعمد فيها حمل الكره خالص اهي، والبنت راحه وعامله اجتهاد كده على الكره، ولكن هو شايف طبعا اكتر وعنده قانون بقى اللي بيستخدمه في الاوقات اللي زي دي. وادي هنا ندى استقبال جيد، وسندس تشد في اربعه للينا، اعكسي بس رجلك يا لينا، وان كانت دوت الستايل بتاعك على طول انك بتقفلي برجلك اليمين فبيضعف من قوه الكره اللي بتضربيها، وعشان كده كنت بتلعبي زمان من اتنينات، ولكن طبعا مع ظهورك بقى بمستوى طيب في الاستقبال وضعف الامكانيات الموجوده في مراكز اربعات في داخل النادي، فبدا يستخدمك مدربك في مركز اربعه، ولازم طبعا العيب ده مش هيتصلح انها تقفل برجليها اليمين، وده بيزود بقى بيعمق الاصابات في الكتف، ربنا يحميها يا رب. وكمان بيغير من اتجاهات ضرب الكره وبتكون مش شايفه البلوكات كويس، فنحاول بقى ناخد المشكله ديت ونحولها لميزه، وده اللي بيعمله دلوقتي الكابتن محمد صلاح، بيحاول اهو ينبه لينا زي ما احنا اتكلمنا، وبيقول لها يا لينا انت تدخلي عكسي فما تستخدميش الضرب الطويل للزوايا، حاولي تضربي في اللاين لان دي هتبقى عدلتك وعدله دخلتك بقفل الرجل اليمين. معلش انا بطول على حضراتكم في الشرح لاني عارف ان قاعد امام الشاشه اطفال لسه مبتدئين او صغار في السن محتاجين ان هم يعرفوا المعلومه كامله، وطبعا مش بنخاطب عقليه المحترف بس، ولكن طبعا في ناس تانية قاعده قدام الشاشه محتاجه تعرف هو ليه الاداء ظهر بالمستوى ده، فاستحملونا معلش. وادي كره هنا من هند نبيل تضربها كده بريست ايديها في ايد حوائط الصد، ترجع لينا على الارسال، استقبال اكتر من رائع، وادي بليسنج ولكن صاحيه بقى ندى، وتاني بريست ايديك يا ندى، ولكن الكره سهله شويه وتوصل ليها الامال كبير وتترفع كده وتيجي سجال في الملعب، وتاني ندى بتعمل اسقاط، ولكن لازم تبص على الملعب شويه يا ندى، كان في حد مغطي الاسقاط اللي عملتيه. وادي كره بتتضرب بقوه جدا من اللاعبه جهان محمد اللي حققت نقطه مباشره لفرقتها وقربت الفارق وزودت الفارق للوصول للشوط الثالث لفريق الصفاقسي. احلام طرابيعي على الارسال، استقبال اكتر من رائع، وادي هند بتضرب كره بقوه وبتروح تاني على الكره، ولكن تحطها بليسنج خارج الملعب، ما كانتش كورتك يا هند، كانت ندى قدام الكوره، ولكن انت الحماس اللحظي بس خدك كده مرة واحدة، اديك ضربت كرة قوية، التانية دي مش بتاعتك خالص، ادي كانت واقفة لها ندى، ولكن طبعا معلش بنقول ان دوت حماس الأداء،
ولينا بتشد كرة كده الندى بتضربها في حائط الصد، ولكن تغطية جيدة جدا من جهان. وادي بقى كارولين بتسقط كرة كده في وقت حساس قوي بيعمق جراح نادي سبورتنج بعد تأخره بشوطين، وبيقرب مكسب الصفاقسي للشوط الثالث والمباراة. وما باليد حيلة، هم دول اوراقنا اللي احنا بنلعب بيهم، وبيحاول معاهم الكابتن محمد صلاح. وانا شايف البنات في نادي سبورتنج بمنتهى الاجتهاد والروعة في الاداء وفي الاصرار على محاولة للمكسب، بيحاولوا يأدوا اقصى ما عندهم، وطبعا مجهود يشكروا عليه، وبيلعبوا قدام محترفات، وبيلعبوا قدام ابطال لتونس وابطال لبطولات افريقيه وعربيه سابقه. ولكن طبعا الكره الطائره لا تعرف المستحيل ولا تعرف الا الاداء القوي المثالي المشرف من فريق سبورتنج. وادي تاني استقبال خاطئ، ترجع كده كره سجال وسهله بين الفرقتين، وتلمها ليبرو الفريق نهى نوراوي، وتاني كارولين بتضرب بعنف، ولكن بقى تعامله كده لساره طارق بضربه قويه جدا، وتفضل الكره برده راحه جايه ما بين الفرقتين. وادي كارولين بخبرتها كده الدوليه تنهي اللقاء وتنهي الشوط الثالث بنتيجه 3 لا شيء للصفاقسي. وطبعا مجهود يشكر عليه كابتن محمد صلاح والكابتن احمد صابر بتحويل فريق من فريق محلي الى فريق يشارك في البطولات العربيه. وننتظركم بقى في المباراه القادمه كده يومي الخميس والجمعه ان شاء الله، على امل اللقاء بكم. ونرجع للاستديو التحليلي للكابتن هيثم والخبير كابتن وائل العادي وكابتن احمد ثابت، يفنطوا لنا المباراه اكتر، هيبقى فيها شغل اكتر وفيها تحليل اكتر. بالتوفيق ان شاء الله. كان معكم محدثكم عزب الشرباجي، على امل اللقاء لمباراه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.